عثرت القوى الأمنية على سيارة المخطوف فتح الله الحيالي محترقة تماما على طريق فرعية تؤدي إلى طريق رياق دير زنون من دون وجود أي أثر لحيالي في السيارة، والسيارة من نوع مرسيدس سوداء تحمل الرقم 80-60-70. الحيالي كان قد خطف قبل 24 ساعة من أمام سنتر الحمرة بلازا في الكرك. أنا أخت المخطوف فتح الله حيالي امبارح بالليل، خي خطف وما عنا علم من امبارح لهلأ، ما عارفين شي عنه. أنا بس بدي ناشد الخاطفين وبدي قلهم أنه هو شاب كتير منيح، ما بأذي حدا، ما مزعل حدا، كل العالم بتحبه، بيساعد العالم، مين ما بده يجي بيساعده بيشغله عنده. أنا بس بدي أطلب منه شغلي، بدي أترجاهن. هو وضع صحي ما بيسمح له، لازم ياخد دويات كتير مهمة، عنده وضع صحي كتير خاص. للدواء اسمه واحد منهم أفينت 10 ميلي جرام، أفينت 10 ميلي جرام، والتاني تريتاس 5 ميلي جرام، تريتاس 5 ميلي جرام، وأسبرين. لازم ياخد هيدول الأدوية، هيدول بناء على طبيب لازم ياخدهم ضروري ضروري، ولا بيكون وضعه كتير خطر. وأنا بترجيكم ما تكونوا غلطانين بغير حدا، هو كتير ما عنده شيء، ما مأذي حدا، ما مزعل حدا. إشارة إلى أن عائلة الحيالي لم تتلقى حتى الساعة أي اتصال يحدد الجهة الخاطفة، ومعلوم أن المخطوف من مواليد دلبتة عام 62.